إيكوتي جلوبال الأستاذ سركيس نزال للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ سركيس. بداية يعني لاحظنا الارتفاعات الحاصلة في أداء اليورو منذ تعاملات جلسة يوم أمس، ما هي الأسباب التي دفعت اليورو نحو يعني نوعا ما اكتساب المزيد من الأرباح؟ صباح الخير. بالفعل شهد اليورو القليل من الارتفاع مقابل الدولار الأمريكي خلال تداولات هذا اليوم، لكن بشكل عام نلاحظ بأن اليورو ما زال تحت ضغط هابط إجمالي، فمستويات الدولار هو 8 سنتات أمريكية لليورو الواحد هي منخفضة جدا مقارنة بمستويات قريبة من دولار و12 سنتا أمريكي كانت قد تحققت خلال الشهر الماضي. بالنسبة للارتفاعات التي حصلت خلال تداولات هذا اليوم، بعض التصحيحات الصاعدة إن صح التعبير على اليورو مع مراقبة بيانات اقتصادية، فهنالك بعض عمليات جني أرباح حصلت على اليورو مقابل الدولار، وتحديدا عمليات جني أرباح بيع على المكشوف، مما تسبب بنشوء بعض الطلب على اليورو ليرتفع. كذلك الأمر الانتخابات الفرنسية ساهمت في تحفيز بعض الارتفاع بداية الأسبوع على اليورو مقابل الدولار الأمريكي، لكن مرة أخرى نلاحظ بأن التداولات لليورو ما زالت منخفضة مقارنة بتداولاتها للشهر الماضي أمام الدولار. نعم سركيس، يعني خلال تعاملات هذا الأسبوع نتوقع العديد من البيانات الاقتصادية المهمة، نتحدث عن معدلات التضخم في الولايات المتحدة، أيضا قرارات مرتقبة من يعني المركز الأوروبي، أسعار الفائدة في كندا. هذه الأنباء كيف تؤثر على المزاج العام في سوق العملات، تحديدا على أداء الدولار يعني مقابل العملات والعملات الرئيسية؟ بالفعل كما تفضل، العديد من البيانات الاقتصادية المهمة ستبدأ بالصدور اعتبارا من هذا اليوم، حيث نحن بانتظار بيانات التضخم من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي من المتوقع أن تظهر ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 8.4%. هذه القيمة هي أعلى قيمة تضخم في الولايات المتحدة منذ نحو 40 عاما، لتظهر ارتفاعات حادة تستوجب من الفدرالي رفع الفائدة بقوة الشهر المقبل. أما بالنسبة للبنوك المركزية الأخرى، ننتظر هذا الأسبوع قرار الاحتياطي النيوزيلندي المتوقع أن يرفع الفائدة 25 نقطة أساس، بنك كندا المركزي متوقع أيضا أن يرفع الفائدة 50 نقطة أساس. أما المركزي الأوروبي فرغم أنه متوقع أن يثبت أسعار الفائدة، لكن أيضا في نفس الوقت من المرجح أن يوقف التحفيزات التي تنتمي إلى سياسة التيسير النقدي بأن يعلن إيقافها ابتداء من الشهر المقبل، وهذا طبعا مع الارتفاعات الحادة التي حصلت في التضخم. البنوك المركزية في العالم تتوجه في أغلبها إلى تشديد السياسة النقدية، باستثناء طبعا بعض البنوك المركزية مثل بنك اليابان المركزي الوطني السويسري، اللذان قد يحافظا على السياسات النقدية التحفيزية لفترة مطولة من الزمن، وكل ذلك قد يكون له بالفعل تأثيرات مباشرة على أسواق العملات. يعني سركيس، فيما يتعلق في بنك اليابان تحديدا، كان بالأمس تصريحات واضحة لمحافظ بنك اليابان المركزي تتحدث عن التيسير الكمي والتيسير النقدي عفوا في اليابان، وعن مجابهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد الياباني. تأثر الين بشكل كبير، متراجع تقريبا 8%، يعني هل نتوقع استمرار في حالة الضغوطات على الين الياباني؟ الآن يتداول الين الياباني عند أدنى مستويات منذ حوالي 3 سنوات، نحن نتكلم عن 125 ين للدولار الأمريكي الواحد. عوائد السندات الأمريكية ارتفعت مقارنة بعوائد السندات اليابانية أمد استحقاق 10 سنوات إلى أكثر من 258 نقطة. هذا يظهر بأن المتداولون والأسواق تتوقع أن يستمر بنك اليابان المركزي بتحفيز الاقتصاد، طالما طبعا بقي التضخم منخفض في اليابان، وبالفعل تأثر اقتصاد اليابان بجائحة كورونا والإغلاقات التي حصلت في الصين. الصين تعتبر الشريك التجاري الأول لليابان، وبالتالي يجب على بنك اليابان أن يحذر من تباطؤ اقتصادي مما قد يبقي على السياسات التحفيزية الكبيرة. من هنا أعتقد بأن الين الياباني سيستمر بانخفاضه مقابل الدولار، ونحن على أعتاب أيضا أدنى مستوى للين الياباني مقابل الدولار منذ أكثر من 10 سنوات، أي منذ عام 2002، وأتوقع أن نشهدها هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل بفعل تباين هذه التوقعات بين المركزي الياباني والفيدرالي الأمريكي. نعم، محلل أول أسواق مالية في إيكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار، شكرا لك على كل هذه التفاصيل.